أسعد الله أوقاتكم ومتابعي قناتي الأفاضل، مرحبا بكم من جديد على قناتي. سعيد بتقديم حلقة هذا اليوم والتي سوف يكون موضوعها حول طريقة رائعة لتثبيت لوحة المفاتيح أو الكيبورد أو الكلافي في المكتب الخاص بك. نعم، طريقة احترافية جدا، نفس الطريقة التي قمت أنا شخصيا بتركيب لوحة المفاتيح بها، فحيث في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أشارككم إياها. فكل ما عليكم هو متابعة هذا الشرح، فابقوا معي. أول شيء، فأنت بحاجة إلى كيبورد أو لوحة مفاتيح، أنت بحاجة إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة على حسب عدد الحواسيب التي تمتلكها. في حالتي أنا شخصيا أنا بحاجة إلى اثنين فقط، لذلك سوف أستعمل هذين. وبما أنني اخترت اثنين من لوحة المفاتيح أو من الكيبورد، فأنا بحاجة إلى اثنين من القطع الخشبية بهذا الشكل. فهذه القطعة الخشبية طولها هو 50 سنتيمترا وسمكها هو سنتيمتر واحد فقط. يجب أن لا تكون سميكة، ويجب أن تكون هذه الصفائح الخشبية يجب أن تكون بنفس الطول كما ترون، يمكنك العثور عليها بسهولة تامة. كخطوة أولية نترك مسافة 10 سنتيمتر تقريبا، ثم باستعمال أداة مناسبة سوف نقوم بعمل ثقب في هذا المكان. هذا هو الثقب كما ترون، ونفس الشيء بالنسبة للصفيحة الثانية أيضا 10 سنتيمترات، ثم نقوم بعمل ثقب في هذا المكان. بعد ذلك نمر إلى الجهة الأخرى، ثم نترك مسافة 3 سنتيمترات أو 4 على حد أقصى، ثم نقوم بعمل ثقب مرة أخرى. هنا ثقب، ثم هنا واحد، ونفس الشيء بالنسبة للقطعة الثانية كما قلت لكم 3 سنتيمترات أو 4، وبالنسبة لهذه الجهة 10 سنتيمترات. في المرحلة الموالية نحن بحاجة إلى إخفاء شكل هذا الخشب لأنه شكل غير احترافي، لذلك فإن لديك الاختيار إما باستعمال الطلاء الذي يناسبك أو اللون الذي يناسبك، أو باستعمال الشريط اللاصق، وأنا شخصيا أفضل الشريط اللاصق. على العموم سوف أبدأ بعملية التغليف، الأمر بسيط جدا. إذن حتى تصير على هذا الشكل كما ترون، لم تعد تظهر بأنها صفيحة خشبية، بل أصبحت تظهر بشكل أنيق جدا، ونفس الشيء بالنسبة للصفيحة الثانية. بعد ذلك نأتي بالكيبورد الخاص بنا، نقوم بقلبه إلى الجهة الأخرى، ثم في البلاستيك نقوم بعمل ثقب هنا، وهذا الثقب يا إخواني لن يؤثر على عمل هذا الكيبورد، نقوم بعمله باستعمال إما رأس كوية الكوية الساخنة أو أي شيء متوفر لديك. على العموم نقوم بعمل ثقب هنا، ونفس الشيء بالنسبة للكيبورد الثاني قد قمت بعمل ثقب. ثم نأخذ بعض البراغي الصغيرة ثم نقوم بتركيبها في هذه الثقوب الموجودة في الكيبورد هنا. ثم نفس الشيء بالنسبة للجهة الأخرى أيضا سوف أقوم بتركيب برغي هنا، إذن حتى يصير بهذا الشكل كذا، ونفس الشيء بالنسبة للصفيحة الثانية. إذن على العموم بعد ذلك سوف نأخذ الكيبورد الأول، أقوم بوضعه هنا، ثم هذا هو الثقب الذي قمنا به، وباستعمال مفك برغي سوف أحاول تثبيت هذا البرغي هنا. والآن كما ترون الكيبورد الخاص بنا فهو ثابت، ويمكنه الدوران يمين ويسار، وطبيعة الحال نفس الأمر بالنسبة للكيبورد الثاني. بعد ذلك نأخذ الكيبورد الخاص بنا ثم نترك مسافة معينة في هذا الكيبل الخاص به هكذا، بحيث يمكنه الالتفاف بحرية هكذا، ثم نبدأ بتغليف هذا الكيبل باستعمال الشريط اللاصق من أجل تثبيته جيدا. وهذا هو الشكل النهائي كما ترون، والجيد في الأمر أنه تم إخفاء الكيبل كما تلاحظون، فالكيبل تم إخفاؤه في هذا المكان بحيث لا يظهر، وهذا أمر رائع جدا كما تلاحظون. يمكنك تحريك الكيبورد يمينا ويسارا، بطبيعة الحال نفس الأمر بالنسبة للكيبورد الثاني. والآن نأتي إلى مرحلة مهمة جدا وهي مرحلة التركيب، الأمر فقط بسيط، نقوم بوضع الكيبورد في المكان الذي نريده،
ثم باستعمال نفك براغي مناسب نقوم بتثبيت البرغي. والآن هذا هو الشكل النهائي للوحة المفاتيح بعد تأكيدها كما تلاحظون. في الختام، إذا أعجبك موضوع حلقة هذا اليوم فلا تتردد في عمل لايك، لأن لايك يشجعنا ولايك يساوي الكثير بالنسبة لنا. ولا تنسى الاشتراك إذا كنت زائر جديد للتوصل بكل جديد على قناتنا. إلى هنا إخواني، لا يبقى لي سوى أن أودعكم. شكرا لكل من تابع حلقة هذا اليوم، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.